زمان تحدث أحد أباطرة الإغريق عن ابنه وكان لسه طفل صغير، وقال اللي حواليه هذا الطفل يحكم العالم. فالناس بصت له قوي واستغربت، فرد عليهم قال لهم أنا هقول لكم إزاي. اليونان تحكم العالم، وأثينا تحكم اليونان، وأنا أحكم أثينا، وزوجتي تحكمني، وهذا الطفل يحكم زوجتي. فالموضوع ببساطة مش النهاردة، علشان الرجالة ما تزعلش، ده بيحصل من آلاف السنين. خلاص احنا عرفنا ان صناعة القرار على الاقل في نسبة كبيرة منها في ايد الزوجة. ايه بقى اللي هيحصل لما تكون الزوجة دي طماعة وعندها جشع وكمان ما عندهاش مبادئ؟ وايه اللي هيحصل لما زوجة تطلب من الزوج القيام بعمل غير مشروع، بانه مثلا ياخد رشوة وإلا تطلقني، لانك كده هتبقى مش وش نعمة، ده من وجهة نظرها طبعا. لما يكون مفيش أولاد يبقى الاختيار هنا سهل نسبيا، لكن لما يكون في أولاد والأب مش هيقدر يحقق ده، وعاوز أولاده يعيشوا بين أب وأم مش منفصلين، وهو مرتبط بيهم وهم بطبيعة الحال مرتبطين بيه، هنا الاختيار بيبقى صعب جدا. في كل الأحوال هيكون في خسائر. إذا خالف ضميره وربى الولاد من حرام يمكن يدخل السجن ويضيع مستقبل الولاد، أو يرفض ويختار البديل اللي هي قالته اللي هو الطلاق، وبالتالي هيفرض على أولاده إنهم يعيشوا بين أب وأم منفصلين، يعني إما يرتشي إما يطلقها. هي دي الحسبة الصعبة اللي إحنا واقفين قدامها النهاردة. دي قصة وصلت لنا النهاردة للبرنامج، يعني مش النهاردة، إحنا النهاردة هنقدمها لحضراتكم. قصة ربما تكون موجودة في المجتمع بشكل أو بآخر، لكن خلينا نخرج لفاصل ونرجع بعده نشوف القصة بتفاصيلها في إطار درامي هيجسد لحضراتكم بالضبط تفاصيل المشهد أو تفاصيل المشكلة. وهيكون معانا دكتور محمد هاني علشان نتكلم مع بعض. وما تنسوش احنا دايما في انتظار تليفوناتكم، تواصلكم معانا على مواقع التواصل الخاصة بالبرنامج، وارقام تليفونات البرنامج هتكون موجودة قدام حضراتكم على الشاشة. انا محتاجة رد حضراتكم على السؤال، هذا الرجل يعمل ايه؟ بعد الفاصل معانا الدكتور محمد هاني استشاري الأمراض النفسية.